ازمه الفنان مصطفى فهمي وفاتن موسى لسه عرض مستمر، كلام رايح جاي بين الطرفين قدام الكل على السوشيال ميديا، ودعم كبير من المشاهير لفاتن موسى بعد ما تم طلاقها غيابيا، والكل الحقيقه وقف ضد طلاقها. لكن مصطفى فهمي لما لقى في تعاطف كبير جدا من الجمهور والفنانين تجاهها خرج عن صمته وفجر مفاجآت كبيره صدم بها كل المتابعين. خلونا نعرف المستخبي وايه كان رد مصطفى فهمي بعد كل السكوت ده. هجوم كبير حصل على الفنان مصطفى فهمي بعد ظهوره مع الفنان أمير صلاح الدين، واللي ظهر من خلال أثناء كواليس فيلم السرب، وده طبعا كان أول ظهور ليه بعد أزمة انفصاله عن زوجته فاتن موسى. الجمهور وقتها شن عليه حرب وطلبوه منه يطلع يوضح كل اللي حصل، خصوصا يعني انهم شايفين انه غدر بمراته بعد عشرة عمر كبيرة جدا. كل يوم بيحصل أزمة جديدة بين مصطفى فهمي وفاتن موسى على السوشيال ميديا. الموضوع ما بقاش خلاص انه طلقها غيابيا ومن غير ما يعرفها اي تفاصيل عن الطلاق ده، لكن المحامية هي اللي أكدت انه هيديها حقوقها كاملة. لكن لما فاتن تقبلت الوضع وبدأت تاخد خطوات عشان تاخد حاجتها من شقة الزوجية، لقت صدمة كبيرة جدا ان مفيش اي متعلقات تخصها في الشقة، واثبتت ده للجمهور من خلال فيديو نشرته على الفيسبوك. بعد الفيديو المثير ده نشرت فاتن موسى بوست على انستجرام وكتبت عليه: حب الرجل للأنثى فطرة، ولكن حمايتها والحفاظ عليها رجولة. بعد كده كتبت تعليق على نفس الصور وقالت ان في ناس كتيرة جدا مشتركة ما بينها وما بين مصطفى فهمي بيوصلوا لها كلام بيقولوا عنها، وقالت طليق اللي صمت أسرار بيته بيخوض في سمعتي وبيفتر عليا وعلى أخلاقي وكمان بيشهر بيا. الحقيقة بعدها مصطفى فهمي خد أول إجراء وتقدم للنيابة ببلاغ رسمي ضد طليقته فاتن موسى باقتحام شقة الزوجية، وأصدر بيان كشف فيه ملابسات الخلاف بينه وبين زوجته السابقة الإعلامية فاتن موسى، وقال إنها اقتحمت شقته بالاستعانة ببلطجية وارتكبت جرائم يحاسب عليها القانون، مستغلة طبعا عدم تواجده في القاهرة. أكد كمان الفنان مصطفى فهمي في البيان إنه مش هيتنازل أبداً عن حقه، خصوصاً إنهم كانوا متكلمين في موضوع الطلاق وأهلها كانوا على دراية بالموضوع ده، وإنه أخذ الخطوة فجأة لأن الحياة الزوجية أصبحت بينهم مستحيلة. ورداً على ادعائها بتبديد ممتلكاتها الخاصة، قال مصطفى فهمي في البيان إنها بتدعي إني أخذت ملابسها وأحذيتها. لا، الكل لازم يعرف أنا اتجوزتها وهي معاها شنطة ملابس واحدة، وطلقتها وهي معاها 18 شنطة ملابس، ده غير طبعاً مقتنيات خاصة اشترتها لها، وغير طبعاً العربية اللي جبتها باسمها ب 400 ألف جنيه و 500 ألف جنيه مؤخر صداق كمان. والمفاجأة كمان إنه قال عرض عليها كل المبالغ دي والمقتنيات اللي من حقها عرض قانوني، واستلم إنذار العرض أيضاً، وعلمت بيه كمان علم يقين، لكن هي مش عايزة المقتنيات القانونية بس، هي عايزة حاجات زيادة عشان تحقق ثروة مالية طائلة من ورايا. كمل كلامه كمان وقال في البيان إن فاتن موسى كانت متجوزة مصلحة وما كانتش الحقيقة بتبطل طلبات فوق قدراته المادية، وقال إنها طلبت مني أشتري لها شقة في بيروت بمنطقة تسمى الروشة وقيمتها كانت 3 مليون دولار، وفيلا بحمام سباحة في أحد المنتجعات بالقاهرة بمبلغ 12 مليون جنيه. كمان طلبت منه شراء شاليه في الساحل الشمالي باسمها وما بتقلش قيمته عن 6 مليون جنيه، وأيضا شاليه في منطقة العين السخنة قيمته 4 مليون جنيه. في آخر البيان كمان قال هي دي أسباب الطلاق وفي أسباب تانية أنا مش هتكلم فيها على الملأ، وبالرغم من ده كله عرضت عليها كافة مستحقاتها القانونية بإنذارات رسمية واستلمتها بإيديها، لكن هي كانت عاوزة تحقق أرباح قبل ما تخرج من حياتي، سواء أرباح مادية أو معنوية أو تحقيق شهرة لإسمها. وبعد صدور بيان من مصطفى فهمي كده تقريبا موقف الطرفين باين، لكن البعض كان بيسأل عن رأي الفنان حسين فهمي أخوه، واللي اتسأل بالفعل عن الأزمة في لقاء تلفزيوني وكان رده غير واضح وفي غموض، وقال خلي اللي داير داير. بكده نكون عرضنا على حضراتكم آخر تطورات الأزمة بين مصطفى فهمي وفاتن موسى. يا ترى هيحصل مفاجآت تاني؟ هنتابع مع حضراتكم طبعا بكل جديد. استنونا في تغطيات تانية على موقع صدى البلد. بشكركم على المتابعة.